دلال أكدت كلام دلال شامة لما قال لها انت شطانة براس إنسانة، وفعلا إيمان العاصي عملت كل المعاصي في مسلسل جعفر العمدة. بدأتها بخطف عبد الجواد ابن جعفر وقفلتها بقتل دلال شامة، وعلشان كانت معتقدة إن جعفر ما يعرفش حقيقة ابنه قالت تزود الطين بلة وتحرق قلبه عليه باقي عمره. بس الأحداث كلها اتغيرت وجعفر طلع عمدة بجد وفهم كل حاجة. اللغز اللي باقي في المسلسل بقى واللي هيتحل في الحلقات اللي جاية هو مصير دلال وشوقي وكل عائلة فتح الله، بالذات بعد ما جعفر عارف كل حاجة وبقوا مكشوفين قدامه. يا ترى جعفر هيقول لدلال فعلا ولا هيبقى فيه سيناريو تاني علشان ينتقم منها ومن شوقي أخوها مع بعض؟ تعالوا أقول لكم الحكاية هتمشي ازاي. في الأول خليني أقول لكم إن حلقة النهاردة كانت مليانة أحداث مثيرة جدا، من أول ما بدأت إن جعفر التقى بسيف بعد ما عرفوا إنه ابنه اللي بيدور عليه بقاله 19 سنة، لحد ما جعفر وقع عيلة شوقي كلها في شر أعمالها لما صورهم في المزرعة وجاب دلال وهي بتعترف على نفسها، وكمان قتلت دلال شامة قدام إخواتها. بس اللي كلنا مستنيينه هو مصير دلال، وكله بيسأل هو هيقتلها إمتى وإزاي. بس خليني أقولك أني مش سهل على أي راجل يقتل حب عمره كده، وخصوصا لو كان المعلم جعفر العمدة ودلال. بس برضو جعفر مش عبيط يعني يسيب دلال كده من غير ما يفش غله، وكمان هو لازم يجيب حقه من شوقي، وكلنا عارفين ان كل هدف شوقي ان جعفر يطلق دلال عشان ترجع لي مكسورة. جعفر بقى هيطلع اذكى منهم كلهم وهيواجه دلال بالحقيقة ويقولها انه عارف كل حاجة، وانه عارف ان هي اللي خطفت سيف وانها كذبت عليه لما قالت له انها سقطت، وكل ده بالفيديو اللي صوره لها في المزرعة. بعد كده جعفر هيجيب شوقي يديله العلقة المتينة هو واخوه، وهيتلم عليهم هو والرجالة في السيدة زينب، وهتبقى حلقة كلها ضرب للركب. بس جعفر هيمسك شوقي لوحده، مش هيخلي حد يضربه غيره عشان يطفي كل النار اللي جواه، وبرده مش هيقتل دلال اللي هي كانت اقرب واحدة لقلبه، لكن في الغالب هيدخلها السجن ويدخل شوقي معاها علشان يحرق قلب ام شوقي الست الكيادة اللي كانت مضايقانا كلنا لما جعفر كان في الحبس. ده السيناريو المتوقع لمسلسل جعفر العمدة اللي مفيش واحد في مصر مش مستني يعرفها. طبعا ده غير احتمال ان جعفر مش هيمسك اعصابه وهيخلص على دلال اول ما يشوفها قدامه، ما هي اللي عملته فيه برضه مش شويه. وهيوحشنا والله جعفر العمدة بكل حواراته ومشاكله اللي عاشت معانا طول شهر رمضان، وخليكم تابعين معانا عشان لسه في جديد هنقوله لكم.